يا حزب ولا ماشي حزب، حتى انا عندي حزب. لذلك سيد الرئيس انا لن اخاطب الا المراقبه، اللي عنده شي حاجه في دماغه راه ما يمكنش يديرها الا بطلق قانون الدستور. ولكن انا هنا تمثل الحكومه السلطه التنفيذيه وانت كتمثل السلطه التشريعيه، ولكن هذا اللي عطى الله فيه نبقاو في هذا المجال هذا. بغيتوا ديروا حزب راه في النظام الاساسي قبل تهلك المحكمه الدستوريه مرحبا، وقولوا لي الحزب النازي ولا الحزب الايطالي ولا الحزب الثوري البولشيفي ولا قولوا لي بغيتوا. سيد الرئيس نفس الطرح هو أننا كنقترحوا في هذه المادة ابتداء من الفقرة الأولى تقدم الدعوة إلى غاية ويكون مؤرخا وموقعا من طرف محامي، لأن في الواقع هذه المادة يعني هي راه كتحاول تقليص ديال المجال اختصاص المحامي اللي المفروض أنه هو اللي كيحتكر الحق ديال الدفاع، وبالتالي مجال الخصومة والدفاع ينبغي حصره في المحاماة باعتبارها هي الجهة المؤهلة للدفاع عن الحقوق. وأي تقليص لهذا المهام هذه راه هي مس بحق المواطن المتقاضي. شكرا. سيد الوزير. عندنا جوج المشاكل سيد الرئيس. أولا الوكيل القضائي كان في المادة السابقة في القانون السابق كان، واش المحامي يكون ما يكون؟ واش هنا فاش غادي نذكر المحامي؟ واش هذا النص؟ راه كاين في قانون المهنة هو اللي كيحدد اختصاصات المحاماة. دير الصوت السيد الوزير باش قرر. راه كاين في قانون المهنة هو اللي كيحدد اختصاصات المحاماة، وتيقول لك أنه المساطر الكتابية كيديروها المحامين. راه ما نقصنا ما زدنا. راه المحامي مازال عنده اختصاصاته التي لا يقوم بها الوكيل. جي أش درنا؟ درنا خطوة ولا أمان؟ جينا للمادة 79 طلعوا لها راه عندكم كتقول الوكيل محصور في التالي. في الدرجة الثانية دون الحواشي. علاش؟ كتجي واحد المرأة مسكينة في دارها خصها اللي نوب عليها في المحكمة كدير باها عمها خالها أختها. أما القضايا الكتابية ورجع القانون المهنة تلقاها فيها. وتما تحدد واش خص يكون محامي خص يكون محامي. راه تعجبت أنا من الموقف ديال النقابة كاع بقراهم قانون المهنة هما محامين. ثانيا أنا ما كنجاوبش على البيانات. أنا في مصر التشريع كنجاوب على التشريع وكنجاوب على نواب الأمة. اللي بغى يدير شي بيان يديرو على برا، هنا واش عندك شي تعديل ديال المسطره نديرو، اما البيان ليس سندا قانونيا في مجال التشريع. شكرا سيد الرئيس، هذا بالقبول. هل من راي معارض لهذه التعديلات؟ لا احد. مؤيد سي سعيد بعزيز. احنا اتاتنا للبيان هو موقف حزب سياسي والأحزاب ممثلة في البرلمان، وهذا نقول بأنه على الأقل وفق ما نعلم أن هناك تنسيق داخل مؤسسة كل حزب على حدة، وتقدمنا بهذا التعديل لعل وعسى الأحزاب ديال الأغلبية باعتبارها دوك القطاعات ديال المهنة هم امتداد لها أنهم ينخاطوا معنا في هذا التعديل. نحن لم نطلب من السيد الوزير أنه يجاوبنا على البيان، نقول بأن هذا قطاع المحامي تابع داخل حزب سياسي أغلبي يصوتوا معنا على هذا التعديل. هذا هو الطلب ديالنا. واش قلنا شي حاجة؟ ولكن ما دام أنها كاينة في القانون للمحاماة، شنو المانع أننا نوضعها في الشريعة العامة للتقاضي؟ شنو المانع؟ هو كاينة فهنا غادي نجيبوها باش نكرسوها هنا السيد الوزير. هذا ما نقوله، واليوم نحن أمام امتحان فقط، نتمنى أن يتم التفاعل في نفس السياق. شوف. هل من رأي معارض سي فاطمة التامني؟ مؤيد فاطمة التامني. مؤيد شكرا سيد الرئيس. هو في الواقع احنا لما اقترحنا انه تحذف الوكيل ويكون موقع من طرف محامي فقط، فهو لتفعيل الاختصاصات اللي كينص عليها القانون، ولكن مشروع ديال القانون وهذه المادة ومجموعة ديال المواد توحي كأن الحكومة في الحقيقة غير من باب الحرج ما جابتش لنا التنصيص على استبعاد المحامي بشكل صريح، والحال ان تقليص نطاق الاختصاص ديال المحامي راه اللي كيهمنا فيه هو المواطن، لان هذا التقليص سيعود بالسلب على حقوق الناس وغادي يمس بشكل مباشر الامن القضائي. شكرا. التقدم الشراكيه. قانون المسطره المدنيه وقانون الام، وحنا دابا قدام المسطره المدنيه.
شوفوا معنا هذا الشيء اللي هنا. احنا كنعرفوا بان هناك مساطر المدعي ما يقدرش يخدمها لراسو. المحامي علاش كنخافوا من احتكار المحامي؟ ندويو فمنا العامر بان المحامي من حقه الاحتكار. المحامي كيخضع لهيئه مهنيه عنده تكوين وعنده معرفه قانونيه اللي كيركبها لا من خلال الكليه اللي جاي منها ولا من خلال تجربته المهنيه، وبالتالي من الضروري اننا نسجلوا الاحتكار. الوكيل احنا علاش حنا كنرجعوا للور ولا كنزيدوا؟ الوكيل كان في المسطره القديمه وتحيد، علاش غنجيو دابا نجيبوه وهو ما عنده لا تكوين قانوني؟ واش نجيبوا واحد من الزنقه ونجيبوا نحطوه؟ سيد رئيس راه كلام العقلاء منزع عن العبث. انا عندي سؤال ودير نقطه نظام. ها السؤال شكون باقي؟ لطيفه انت وانت كتاخذها اوكي، حنا خلي النقاش زوين. لطيفه استاذه شفيقه الشرف. شكرا السيد الرئيس. بالفعل هو شوف حتى الترتيب السيد الرئيس، الترتيب ديالها في قانون المسطره المدنيه كيف ما قالت السيده الزميله راه هو قانون المسطره الام. فعلا حنا كنعرفوا بان قانون المهنه هو اللي كنضم مهنه المحاماه، ولكن السيد الرئيس لاحظوا هنا بانه تجاوز كاين المدعي ثم الوكيل ثم المحامي في الدرجه الثالثه. السيد الرئيس هنا راه كنقول لكم فتحتوا هذيك الكلمه ديال فتحتوا الباب الى الوكيل، فتحتوا راه غادي يخلق واحد غادي يخلق واحد الضجه وغادي يخلق واحد التعثر على مستوى التقاضي. السيد الرئيس راه المصلحه المتقاعدين واننا حنا نحيدوا هذا الوكيل ونسدوا الباب على هذا الوكيل السيد الرئيس، ماشي باب تحتكر المحاماه. المحاكمه راه المحامي راه محتكر بقوه القانون لانه هو اللي كيحدد المسطره السيد الرئيس. حنا هذه الكلمه ديال الوكيل شوفوا ما ترتب عليها الان، وشوفوا هذا التوقف وعاد بالاضافه الى التعثرات الماجيه. السيد الرئيس حنا كنناشدوكم دابا بطريقه لينه وكنتقاسموا معكم الصيغه السيد الرئيس بان هذه كلمه وكيل راه فتحات واحد النقاش اللي طويل عند الساده المحامين على مستوى الاختصاص وعلى مستوى الممارسه وعلى مستوى الاقصاء. والسيد الرئيس لكم واسع النظر. السيد الوزير ما يعطيك كلمه. السؤال انا نعطي السؤال هذا ماشي، هل في بعض الدول للحق للمتقاضي ان يرفض المحامي وينصب نفسه دفاعا عن نفسه؟ واش عندنا هذه الامكانيه في المغرب؟ كاينه. تفضل سيد الوزير. شكون قال لك كاين؟ راه عدم القبول في الملفات الكتابيه اذا لم يكن لك محامي. هادشي تدار في ايام بوزوبه كوزير العدل. نبقاو في امريكا معتقل كيجيب حباس معاه وتيجلس في بلاصه المحامي وكيرافع عليه. غير حنايا اللي تواصل السماء. وعلى كل السيد عندي جوج ملاحظات السيد الرئيس. اولا بغيتكم باش في المحضر ان تسقطوا ملاحظتين كنقطه نظام. في الصباح سمعت كلمه وقال باسم حزب كذا، ودابا كنسمع الحزب. لا اريد ان تكون في المحضر انا هنا مع الفرق البرلمانيه وليس مع الاحزاب. انا اناقش الفرق البرلمانيه، الاحزاب عندي لقاء سياسي معهم في الشارع في المقرات ديالهم. لذا كنطلب اسقاط ملاحظ جوج الكلمه في الصباح اللي قالت باسم حزب كذا. انا نائبه غير منتسبه. وهنا مساله ثانيه بيان وكذا وكذا يمشي يديروها في المسألة الثانية الأخرى. أنا ما غنجاوبش المحامي احتكر بقوة القانون، ما كاينش محامي احتكر بقوة القانون. ما غنجاوبش. السيدة النائبة ديال العدالة التنمية الله قالت إلا عنده مشكل مع المحامي شكون غينوب عليه؟ ثالثا الملاحظة الثالثة بغي نقول للسيد الرئيس، ربما السيدة النائبة المحترمة كانت حاضرة معنا وخنقشنا التعديلات ديالها بطلب من فريق الشراكي ومن فريق تقدم الشراكية، طلبوا أن نقدم المحامي على الوكيل. حتى الاستقلال تماما. لم يكن فائق اجتهادي. نعم؟ لم يكن فائق اجتهادي ما اطلبها ثلاثة الاحزاب. نعم. صافي كنسحبها. وهذاك راه ثلاثة الصباح فاش دوزنا هذا الشيء، شو عليك؟ اسيدي كنعتذروا لك. خلل دماغي، زهايمر، بركة. كاينة. اللي بغينا نديروا درنا قدمنا المحامي على الوكيل. والنص الذي بين ايديكم السيد الرئيس هو مقدم المحامي على الوكيل. والوكيل في 79 ما ناقشوش كل وكيل باش يمكننا نفهموا، راه ما فيهش مساس لاختصاصات المحامي. هذاك الشيء غادي نناقشوه في قانون المهنه اللي تيجي، ها هو جايكم فوق الطبل ونناقشوا قانون المهنه انذاك. واش متذكر شنو هي اختصاصات المحامي؟ واش هي المجالات ديالو؟ شنو هي الحدود ديالو؟ واش هي سلطه التاديب عليه؟ واجي تشوفوا اللائحه. شكرا. سي عبد الله السيد الرئيس.
سيد الرئيس، هذا المجلس طبقا للدستور الفصل 68 69 وطبقا للنظام الداخلي لا يحق للحكومة أن تتدخل في تداول الذي يقع داخل المجلس طبقا للنظام الداخلي. لا عنده شي حاجة يمكن من الأغلبية شي واحد يثيرها، أما الحكومة أن تطلب بسحب كلمة أو مصطلح أو أي شيء من المحضر هذا ليس من اختصاصها. النظام الداخلي ينظم أعضاء ديال المجلس المعني فيما بينهم ولا حق للحكومة أن تتدخل في ذلك. شكرا. فاطمة أستاذة نبيلة منيب. شكرا سيد الرئيس. أولا نحن بصدد نقاش واحد المشروع اللي هو بالغ الأهمية، ولكن كاين بعض التشنجات ولا حتى بعض الملاحظات اللي لا محل لها من الإعراب داخل هاد الجلسة هذه. وأنا مع هذا الشيء اللي قال الأستاذ بوانو، أننا كنواب الأمة يعني في إطار واحد السلطة المفروض فيها اللي هي مستقلة لا نتلقى دروس من أي جهة كانت، ثم أنه تتكلم هادو غير منتسبون وكأنها صبة. حنا مطالبين داخل المجلس بأنه الأحزاب وحتى الفرق كتكلم كيقولوا حنا في الفريق كذا، نحن في المجموعة كذا، وهذا الشيء حنا هكذا كنتكلموا السيد الوزير المحترم، وحنا كنطالبوا حتى النواب اللي بوحدهم باش يعني يتم تحديد الاسم ديال 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 الأحزاب ديالهم. هذا من ناحية. فيما يخص الموضوع يعني كيفاش نقولوا بيان أو كذا، حنا في بصدد نقاش عمومي مهم، وتنظن بأنه السادة المحامون والسادة القضاة ساهموا بواحد الشكل فعال داخل البرلمان، حضروا وحتى خارج البرلمان وتقدموا بواحد العدد ديال الانتقادات لهذا المشروع، وشوفوا بينوا المكامن ديال الغموض اللي فيه، وهذا كان مساهمة فعالة في هذه العملية التشريعية. واليوم إلى تذكر واحد النائب بأنه راه كاين واحد البيان، هذا ماشي مشكل، بالعكس حنا هنايا باش نسمعوا المهنيين أيضا وباش نشرعوا بما فيه المصلحة ديال المهنيين وكذلك ديال الشعب المغربي اللي هو غادي يمشي غدا للمحاكم وخصو يلقى الأوضاع ديال المحاكم تحسنت. وفي هذا الصدد فالدور ديال المحامي أساسي، ما يمكنش أننا نحيدوا له الدور ديالو، هو اللي عنده اختصاصات وعنده الآليات يعني باش يمكن له يدافع ويوصل الحقوق لأصحابها وليس أحدا آخر. وشكرا. ضروري. يلا أستاذة فاطمة التمني. شكرا سيد الرئيس. يعني بمناسبة الكلمة اللي تفضل بها السيد الوزير وكيطلب السحب، أنا أيضا يعني كنسجل نقطة نظام بخصوص الكلمة اللي تفضل بها في تقديم المشروع، في تقديم ولما تكلم على عدد التعديلات وأشار إلى النواب غير المنتسبين. النواب غير المنتسبين ليسوا يعني مجموعة، لأنه كنتكلموا على فرق برلمانية ومجموعة نيابية ونواب غير منتسبين، وكل نائب أو نائبة فهو يمثل هيئته السياسية وبالتالي يمثل نفسه هنايا، وهذا ما تيمكنش لما نقدموا عدد ديال التعديلات أننا نتعاملوا معهم كأنهم مجموعة واحدة، والحال أنهم ليسوا مجموعة واحدة، كل نائب له صفته شكرا واسمه. شكرا سي عزيز. شكرا سيد رئيس. أولا لا وجود في النظام الداخلي لما يمنع الحديث عن الأحزاب السياسية وهي مؤسسات سياسية، ونحن هنا ننتسب للفريق اشتراك المعارضة الاتحادية ونمثل حزب الاتحاد لاشتراك القوات الشعبية في هذه القبة ونتحدث باسمه في كل مواقفنا وقضايانا، ولا يمكن أن أتناقض إطلاقا داخل حزبي مع قطاع المحاميات والمحاميين الاتحاديين الذين كانوا من الموقعين على هذا البيان. هذه مسألة أولى، ولا يحق لأحد أن يقول لنا أن لا نتحدث عن الحزب، نحن جسد واحد داخل الحزب لا فاق بيننا ونمثله هنا. المسألة الثانية سيد رئيس، ألتمس منكم أن تسحب
من محضاء الجلسة كلمة السيد الوزير لأنها لم تكن جوابا على الأسئلة أو على التعديلات والتعقيبات الواردة عليها، وإنما كانت نقطة نظام، ولا يحق للحكومة أن تتناول نقطة نظام تخص السيد المجلس، وبالتالي فألتمس منكم السيد الرئيس السحب ما تدخل به السيد الوزير من محضر الجلسة، وشكرا. شكون؟ ولكن السي عبد الله عنده رأي مخالف لهادشي اللي قلته كامل، وغن عنده الدفعات وفاهم مزيان، وكنطلب منه ياخذ نقطة نظام ويفصل في هذا الأمر بلا ما نهضر أنا، وبناء على الدستور. وأعطي لكل واحد حقه السي عبد الله. أعطي كل واحد حقه. صحيح. لا. لأنه ولا جات مني أنا. لا لا لا. دابا حنا فتحنا واحد القوس. دابا خارج النظام الداخلي وخارج كل شيء، فتحنا هذا القوس. لا ماشي مشكل. لا ماشي مشكل السيد الرئيس. السيد الرئيس، اولا حنا تقدمنا في النظام الداخلي ودرنا فيه شي حاجه اللي كانت غير عرف ودرناها ورصيناها، هو حق الحكومه باش تدخل في النقاش اللي كيكون داير بغض النظر على تعديلات. هذه التعديلات كاينه في النظام الداخلي ديالنا تدخل، لكن بعض الامور اللي كتهم المجلس، سير المجلس، لانه الفصل 69 من الدستور كيقول يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، الا انه لا يجوز العمل به الا بعد صراح المحكمه الدستوريه مطبقته، يتعين على المجلسين في وضعهما النظام داخل مراعاه تناقصهما وتكاملهما ضمن جهه العمل البرلماني. يحدد النظام الداخلي بصفه خاصه قواعد تاليف وتسيير الفرق المجموعات النيابيه والانتساب اليها والحقوق عفوا خاصة المعترف بها للفرق، واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان وجزئيات العمل وجزئيات مطبقة حالة الغياب، عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها وتنظيمها مع تخصيص رئاسة اللجنة أو الجلسين المعارضة عن الآخر. لا دابا 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 السيد الرئيس، السيد الوزير، لا السيد الوزير، حنا كنتكلموا على التدخل ديالك باش يعني في تصريحات السادة النواب، باش كتقول لهم هذه يسحبوها ولا يخليوها ولا يحيدوها من المحضر ولا لا. هذا حنا اللي لا هذا اللي كنقولوا حنا، لا يحق لك السيد الرئيس، السيد الوزير. هذا ثم حتى الماده الثانيه ديالنا واضحه في هذا الشان، وحنا كننظموا لان هذه كتنظم العمل ديالنا حنا، ما كتنظمش عمل ديال المشاركه ديال الحكومه. الحكومه كتشارك معنا، حنا ما كندخلولاش، وإلا نمشيو كناخذوا نقاط نظام واخا عن بعد على العمل ديال الحكومه ما يمكنش. هذاك هي كديروا واخا كتناقش المقترحات ديالنا ومخصصه جلسه خاصه بها، ما كندخلوش فيها لان هذاك السير ديالها. فهنا في وسط البرلمان، في وسط هذا المجلس الموقر، الحكومه تتدخل، عندها الحق تاخذ نقاط نظام، عندها الحق تفعل، ولكن ان تطلبها من المجلس من النواب اللي كيصرحوا به يسحبوا هذه ولا يخليوا هذه، هذه من اختصاص السيد رئيس الجلسه وحده. شكرا. لا الا سمحتوا بلاتي السيد الوزير، غبلاتي بلاتي السيد تويزي بزاف على هذا الموضوع، لانه بدايه ان هذا النظام الداخلي اللي عندنا انه ينظم فعلا ما يروج داخل هذه الجلسه وما يروج بين البرلماني، ولكن الحكومه جزء مما يروج داخل هذه الجلسه، وبالتالي حتى ديك الفكره الاولى على ان الحكومه لا تتدخل منعت من الكلام في واحد الوقيته، حتى جا النظام الداخلي الجديد اللي عندنا انه يسمح لها. ما عمر القانون يمنع الوزير ان يتكلم، لان الدستور كيقول توازن السلطات، توازن السلطات فيما يخص لا الكلام ولا اي حاجه. ثم هذا المحضر اللي كاين دابا، هذا محضر ماشي غير ديال مجلس النواب، غير محضر فيما يقال اش قلتي انت كرئيس فريق، اش قال النواب، واش قالت الحكومه كذلك. هذا محضر مشترك، واخا عمل مشترك ما بين الحكومه وما بين مجلس النواب، وبالتالي ما كاينه شي ماده داخل النظام الداخلي التي تمنع الحكومه من التكلم من بدايه رايها في اذا جبدات في مساله لا بد تجاوب عليها ولا بد عندها الحق تجاوب عليها، وما كاين حتى شي ماده داخل هذا النظام الداخلي كيمنعها، ما كاينش، ما كاينش ماده، ما كاينش. سيدريس سنتيسي. شكرا سيد الرئيس، انا عندي واحد الملتمس الله يجازيكم بخير. دابا النظام الداخلي الحالي واللي تم تعديله وتجويده
في الحق تقدمنا فيه والامور هي ماشيه من الحسن الاحسن، الا انا عندي واحد الملتمس، كلما قدم نائب او نائبه التعديل نبقاو في واحد يعني ماشي في دقيقه، اللي كاين مواد اللي تستحق المناقشه، ولكن مع ذلك ارجوكم سيد الرئيس، لان قدمنا 650 ماده وفين وصلنا بعدا 76 ماده، ربما في 4 الصباح ولا اكثر وما غنساليوش، وتعلمون على ان الجلسه ما يمكنش نرفعوها ويعني ونجلسوا، فالكلمه تبقى للسيدات والساده نواب مع العلم. كاين واحد الاشاره السيد الرئيس سامحوا لي اللي مهمه، راه كاين التقديم والمناقشه التفصيليه والمناقشه العامه والتفصيليه، وفي اللجنه راه المفروض يكون هي تقديم طفيف، لانه هنا نعم خص يكون تقديم واضح على